السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة رضا الدسوقي. النهاردة معنا درس جديد، درس مفيد للكل في تصميم تهنئة الأعياد والمناسبات. طبعا هسهل لكم الموضوع خالص وهشرح لكم ازاي هنصمم تهنئة وازاي ان احنا نصممها بأقل مجهود وفي نفس الوقت باحترافية ممتازة جدا. خليكم معايا وتابعوني، اللي لسه جديد بيشوف الحلقة خليه إذا ما اشتركش في القناة يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللي مشترك معانا قبل كده يتابعني باهتمام. خليكم معايا. طبعا احنا لو هنتكلم على تهنئة زي ديت ازاي عملتها وازاي كونتها، او تهنئة زي ديت ازاي انا عملت تهنئة بالشكل ده وبالبساطة دي، تمام، او تهنئة بالشكل ده والبساطة دي، خليكم معايا. اولا عشان اعمل تهنئة انا بروح مثلا عايز اعمل تهنئة عن عيد الفطر، فبنزل على جوجل وبقول له انا محتاج فانوس مضيء، تمام، بيجيب لي الاشكال والفوانيس المضيئة اللي عندي، انا بختار الشكل اللي يناسبني وباخد الشكل ده وبنزله، بكون فاتح طبعا الفوتوشوب عندي او الاستريتور على حسب ما انا بستخدم، بقول له نيو، بفتح كده. انا هعمل لكم خطوه خطوه، بحدد المساحه بتاعتي او حجم الورقه اللي هشتغل عليها، تمام. انا بختارها 800 عشان يكون معايا الريزوليوشن بتاعها عالي شويه، وبجيب الصفحه بتاعتي زي كده وبشوف انا هختار ايه او هعمل الخلفيه بتاعتي بتكون ايه. دايما لما بتحب تعمل تصميم وعايز التصميم يطلع جمالي، خلي الخلفية بتاعته غامقة شوية او مايلة للدارك للاسود يعني، تمام. فانا هعمل الخلفية بتاعتي هنا اسود، تمام كده. انا ممكن اغير فيها زي ما انا عايز واعدل فيها زي ما انا عايز، كل ده كويس، اوكي. طيب نرجع على صفحة جوجل وبشوف انا الفانوس اللي هيعجبني مثلا ولو يكن انا هاخد الفانوس ده، تمام، بعمل له تنزيل، اوكي، وبرجع على الصفحة بتاعتي اللي انا فاتحها، بفتح اوبن وبشوف انا حفظت الفانوس فين اهو، بقول له اوكي، ادي الفانوس بتاع المضيء، تمام، وباخد منه نسخة واقول كنترول بي كنترول سي سوري، وبرجع هنا بقول له كنترول في بيست، تمام. الشكل ده طبعا انا عايز اعمل عليه تعديل، عايز اعمل عليه اي شيء. عندي كمان الفرشة، ممكن اخد الفرشة بتاعتي وابدأ ان انا اعدل عليه كويس وجميل، بكبر كده وبحدد مثلا الفرشة بتاعتي ان هي تكون مموهة زي كده علشان يظهر لي جماليات الشكل بتاعي، واكبر خالص كده عشان اخد اقل او ابسط التفاصيل عشان يطلع بشكل جمالي، تمام. وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه تاني، تابعوا معايا. انت وذوقك يعني، انت ممكن تعمل حاجة شايف حاجة افضل من كده، انت حر يعني، انت بتختار الحاجة اللي انت شايفها مناسبة ليك. لكن انا بعمل لك حاجة للشرح بس، بعد كده انت بتبدع في التصميم بتاعك. الموضوع عملية ابداع يا جماعة، بس الفكرة نفسها تكون عندك، تمام. وهنتظر طبعا تعليقاتكم في على الفيديو، لأي حاجة شايفين حاجة جديدة عايزين تتعلموها أشرحها لكم، في حاجة معينة عايزين تستفسروا عنها، كل ده نزلوه في التعليقات تحت وهتابعها طبعا، تمام. حد كده كويس. طيب في حاجات بسيطة برضو معانا هنا، نكبر طبعا. انت ايه، انا بعمل الشغل ده سريع علشان الشرح بس، بعدين بس انت بدقة وبشغل كويس، فانت ايه تعمل الشغل بتاعك وتظبط شغلك كويس جدا وتدقق من الشغل بتاعك، يطلع معاك بشكل جمالي اكبر زي الصورة اللي شفتوها معانا من شوية، تمام. نرجع كده اهو، ده عندي الفانوس بتاعي. طيب عايز ازيد جماليات الفانوس شوية،
اوكي طيب، ممكن ارجع هنا على فلتر وباخد حاجة اسمها ريندر ليند فلاش او لايت افكت، بخش عليها وبشوف الاضاءة بتاعتي انا ممكن اعمل له اضاءة ازاي، او اخليه مثلا مضيء من اي ناحية، او بعدل برضو قوة الاضاءة بتاعتي، بظبط الشغل بتاعي على حسب رؤية عيني انا او انا شايف ايه، بقول له اوكي كده اداني شكل جمال. طيب انا عايز اعمل حاجة تانية فيه، ممكن انزل له اخفاء شوية، اوكي يعني اللي هو انت على حسب رؤية عينك. ممكن تعمل فانوس تاني كمان، يعني هو نفس الفانوس وتكرره واحد تاني كمان بشكل جمالي كده، واعمل له دبل. في حد مثلا ممكن يقول ان انا اضيف بالونات، اضيف مثلا حاجة، اعمل شغل معين، مش قصتنا ديت، بس هو اللي هو ايه بيدور على حاجة معينة انت بتشتغل عليها وبتعمل شكل جمالي زي ما انت عايز. طبعا هغير اللون بتاع الخط بتاعي واقول اوكي واقول كل عام، وبحول اللغة عربي كل عام. شوف هنا كتب لي كده، برجع على نوعية الخط وبختار الخط اللي انا عايز اكتب بيه. تمام، وبحدد مثلا كده، وبرجع مثلا بكتب اسم الشخص ببساطة جدا. انت بتعمل تصميم جميل وفي نفس الوقت ما بياخدش معاك وقت، وبتشكيلة جميلة جدا. انت بتدور على الالوان والاشكال اللي انت محتاجها. كذلك برضه ممكن تضيف لو عندك مكتب او عندك مؤسسة او حاجة، تضيف اللوجو بتاعها هنا. تمام، زي ما انا هعمل دلوقتي. كل ده انت بتعمل الاضافات اللي انت محتاجها، ممكن تضيفه هنا عشان يظهر اكتر، يعني زي ما انت شايف الوضع بتاعك ايه او اللوجو بتاعك، او على حسب. نعمل شكليات جماليات هنا في الموضوع، بنخش بيلدنج اوبشنز وبنحدد وبنقول له مثلا اعمل لي ظل هنا كمان، انا عايز اعمل حدود للخط بتاعي، وممكن اغير اللون كمان عشان يديله جماليات اكتر، ونخلي البريفيو معاك كمان هنا عشان تشوف، واديله اوكي. تمام، وبرجع كمان باخد ده عشان اوفر على نفس الاعدادات، باخد ده كليك يمين وبقول له كوبي لاير ستايل، وبرجع على اللاير بتاع اللي انا عايز اعمل عليه نفس الكوبي واقول له بيست، اداني برضو الشكل الجمالي ده. تمام، لحد هنا لسه ما خلصناش، لكن نرجع نعمل اظهار للشكل بتاعنا عشان يدينا الجماليات بتاعته ديت. عايز اعمل اي حاجة حواليه كده اللي هو يعني يديني شكل جمالي شوية. برجع على بيلدنج، باخد اعداد ليه وبشوف انا ممكن اعمل ايه معاه. هو طبعا مش هيديني الشكل اللي انا بدور عليه، بس هو هيدينا شكل جمالي شوية. هيعمل لنا الظل ده اللي انتو شايفينه. ممكن اغير الظل ده على فكرة، يعني هو الموضوع اختياري معاك، ممكن تعمل التعديل اللي انت عايزه اللي انت شايفه شكل جمالي معين. لو لاحظته بيبقى فيه تغيير، برجع برضو كده بقول له اوكي انا كده تمام الشكل بتاعي. في جماليات تانية ممكن اضيفها على الشكل، انا حابب اضيف اي حاجة بضيفها. تمام، لحد دلوقتي احنا يعني وصلنا لبداية التصميم نفسه. كمان لو انا عايز اضيف شكل زي ده، برجع هنا ولو يكن مثلا انا عايز اضيف الشكل اللي انتوا شفتوه بره ده، انا عندي هنا مثلا الشكل اللي احنا شفناه ده، وباخد بسحب الصورة بتاعتي وبحطها هنا
وبعمل تعديل عليها مثلا كده، وباخد بعمل له مثلا حذف، تمام، وبكبر كده وباجي هنا بكتب مثلا كلمة عيد مبارك. وبعدل فيها في الخط بتاعها ولو يكن كده. تمام، وباخد نفس درجة اللون اللي هو مكتوب بيه، بقول له اوكي، وبرجع اصغر كمان. واعمل لها التعديل اللي انا محتاجه. طيب لحد هنا الشكل بتاعي ما انتهاش لسه. بعمل لها اعداد. تمام. بحيث ان الشكل بتاعي يكون مقارب. وبعدل فيه. تمام، نيجي هنا انا عايز اعمل فلتر للكلام ده، واقول له لايت، واقول له اوكي، وعايز اعمل لها اضاءة من الداخل مثلا، او اعدل على الاضاءة اللي موجودة واجرب كده. تمام، واقول له اوكي. كل الكلام ده كويس، بس هتظهر معايا لما اغير شكل ولون الخط. ارجع الغي دي. يا ترى بس الصوت يكون واضح. وتابعوني طبعا على كل يوم جديد معاكم على قناة رضا الدسوقي. اللي لسه متابعنا جديد واللي لسه بيشوف الفيديو، يا ريت يشترك معانا في القناة عشان يوصله كل جديد وجديد. هنا بحدد اللون بتاعي على نفس الألوان ونفس الدرجة. تمام، بعمل التعديل بتاعي، بخش على فلتر. في اشكال كتير وفي حركات كتير انت ممكن تعملها، يعني انا بشوف ان انت في ايدك تعمل الشغل اللي انت محتاجه. وبقرب برضو الزاوية بتاعت الاضاءة على حسب ما انا شايفها، وبديله اوكي. كده اداني اضاءة بسيطة من الجنب، اضاءة بسيطة من الناحية دي، لو انا حركت بيديني نفس الاضاءة. تمام، انا هغير كمان اللون بتاع الخط ده، وبخليه مثلا قريب من الخط عشان يكون الالوان متناسقه مع بعضيها. اعزائي المتابعين، كان معكم درس مبسط وبسيط جدا من قناتكم قناه رضا الدسوقي. اتمنى ينال الفيديو اعجابكم، ويا ريت شير ولايك للفيديو اذا اعجبكم، وانتظروني ان شاء الله في درس جديد، ومنتظر تعليقاتكم لاي استفسار ولاي برنامج او اي حاجه حابين تتعلموها. كان معكم رضا الدسوقي، تقبلوا تحياتي.